ليوناردو دافنشي هو فنان عصر النهضة ورسام ونحات ومهندس معماري، قد جسد النهضة الإنسانية بفنه وعبقريته. ربما عبقريته هي التي ميزته عن أي شخصية أخرى. له آثار عديدة على مدارس الفن بإيطاليا امتدت لأكثر من قرن بعد وفاته، وإن أبحاثه العلمية خاصة في مجال علم التشريح، البصريات وعلم الحركة والماء، وهي لا تزال حاضرة ضمن العديد من اختراعات عصرنا الحالي. إنه ليوناردو دافنشي. أيها الإخوة والأخوات، لقد قررت أن أتنحى تماما. أهلا بكم وليلة جديدة مع رجل عصر النهضة ليوناردو دافنشي. ليوناردو دي سير بيرو دافنشي بالإيطالية، ولد في 14 و15 من إبريل عام 1452. ولد لأب وأم غير متزوجين قانونيا، حيث كان يعيش كلاهما في بلدة فينشي التابعة لمقاطعة فلورنسا في منطقة توسكانا الإيطالية. وكان والده المدعو سير بيرو محامي وكاتب عدل. أما أمه كاترينا فقد كانت من الفلاحين. قضى دافنشي أول حياته مع أمه، وعندما أتم 5 سنوات انتقل للعيش مع والده وتلقى تعليمه الابتدائي، حيث تعلم القراءة والكتابة والحساب. أما ميول ليوناردو للفن فقد ظهر عندما كان في 15 من عمره، وعندما لاحظ والده ذلك عرضه على الفنان أندريا ديل فيروشيو، والذي استقبله في ورشة عمله ليتلقى التدريب. وبالفعل تدرب دافنشي على النحت وتعلم الفنون الميكانيكية والتقنية. أهل ليوناردو وهو في سن 20 في عام 1472 ليصبح عضواً بمرتبة محترف في نقابة القديس لوكا، وهي نقابة للفنانين والأطباء. ولم تنقطع صلة ليوناردو بمعلمه، وإنما بقي يعيش معه ويعمل معه حتى بعد أن فتح والده ورشة عمل له. ويقال إن أستاذه ديل فيروشيا أكمل عمله الفني مع معمودية المسيح بمساعدة طالبه دافنشي الذي رسم جزءاً من الخلفية بالإضافة للملاك الصغير الذي يحمل رداء المسيح. ووفقاً لكتاب Life of the Most لمؤلفه الفنان جورجيو فاساري، فإن ديل فيروشيو كان مبهوراً بموهبة تلميذه لدرجة أنه لم يحمل فرشاة الرسم بعدها خجلاً. إلا أن معظم الباحثين يعتبرون هذا الكلام مبالغاً به من قبل فاساري رغم تفرده في مجالات عديدة. إلا أن دافنشي كان معروفاً بعدم إكمال المشاريع التي يبدأها في كثير من الأحيان. برع ليوناردو دافنشي خلال فترة حياته في مجال الهندسة، مستخدماً ذات المنهج العقلاني والتحليلي الذي اتبعه في دراسة علم تشريح جسم الإنسان، حيث قام بدراسة وتصميم عدد مذهل من الآلات والأدوات بما فيها مظلة الهبوط أو ما تعرف باسم الباراشوت. يعود تاريخ اختراع مظلة الهبوط أو الباراشوت إلى سيبستيان لينورماند الذي اخترعها في عام 1783، لكن الجدير بالذكر أن الفكرة في أساسها صدرت عن ليوناردو دافنشي في منتصف القرن 15، حيث قام برسم مخططات لمظلة الهبوط ثلاثية الشكل بدلاً من أن تكون دائرية كما في المظلات الحديثة مقياس سرعة الرياح أو المرياح. يؤكد المؤرخون أن ولع ليوناردو دافنشي بالطيران والتحليق الفضائي ألهمه لاختراع المرياح الذي يقيس سرعة الريح والذي يشيع الآن في المطارات. وفيما لم يصنع دافنشي فعلاً المرياح، فإنه قد أضاف وطور في هذا الاختراع الهليكوبتر، الطائرة السمتية، أول طائرة هليكوبتر صنعت في عام 1940. لكن تصميمات ليوناردو دافنشي منتصف القرن 15 مهدت لدخول هذا الاختراع مجال التنفيذ. مخططات وملاحظات العالم الفنان التي تحفظها المتاحف كشفت مدى دقة تصوره عن صناعة مثل هذه الطائرة، وخاصة فكرة المروحة الرأسية أو السمتية التي تدور فترفع الجسم المعدني الثقيل عن الأرض وتمكنه من التحليق. أوصاف دافنشي كانت تدل على اختراع لولبي يتحرك ويرتفع متسامياً من رأسه إلى السماء حسب وصفه. معدات الغوص
أثناء عمل ليوناردو دافنشي في مدينة البندقية المحاطة بالمياه عام 1500 ميلاديا، قام بتصميم معدات الغوص لغايات حربية إلى حد ما، حيث كانت تهدف إلى المساعدة في الغوص وثقب سفن العدو. المركبة القتالية الدبابة. يعود تصميم المدرعة أو المركبة القتالية التي خططها ليوناردو دافنشي إلى عام 1487، حيث كان الهدف الأساسي من هذا التصميم هو تخويف العدو بدلاً من استخدامها كسلاح عسكري خطير. قام مجموعة من المهندسين بإصلاح خطأ في تصميم مركبة ليوناردو وإعادة صناعتها في عام 2010 بناءً على الرسومات الأصلية، كما تم مؤخراً عرض نماذج ثلاثية الأبعاد للمركبة في متاحف مختلفة حول العالم مثل إيطاليا والصين والأردن. ساعات الجيب والجدار. أتقن دافنشي صناعة الساعات وجعلها أكثر دقة، فقد طور ساعة تحتوي على آلتين مستقلتين، الأولى للساعات والثانية للدقائق، وصنع كل منهما بروابط ومسننات ولوالب. كما أضاف للساعة مزولة تسجل مراحل حياة القمر نصف الشهرية. ما تميز في ساعات دافنشي هو استعادته باللوالب عن الأثقال. وفي المخططات اقترح دافنشي استخدام مواد معينة لم تكن متداولة في صناعة الساعات، ومنها الماس وبعض الأحجار الثمينة. أشهر لوحات ليوناردو. بالرغم من تميز دافنشي في مجال العلوم والاختراع، إلا أن موهبته في الرسم أكسبته شهرة واسعة حتى يومنا هذا. لوحة الموناليزا واحدة من أشهر اللوحات في العالم، حيث تجذب آلاف الزوار لرؤيتها في متحف اللوفر يومياً. بنظرتها وابتسامتها الغامضة للوهلة الأولى، تبدو اللوحة لامرأة شابة عادية ترتدي حجاباً رقيقاً بألوان حزينة، إلا أن المرأة بابتسامتها ونظرتها تصيب مشاهديها بالحيرة والتساؤل. هل هي ابتسامة ساحرة أم جذابة؟ ووصفت هذه اللوحة بأنها أكثر الأعمال الفنية شهرة في تاريخ الفن، وتعد ملكاً للحكومة الفرنسية، حيث تعلق على جدار متحف اللوفر خلف لوح زجاجي مقاوم للرصاص، وفي بيئة يتم التحكم بمناخها. سالفاتور ماندي للفنان ليوناردو دافنشي. يعود تاريخها إلى حوالي 1500 عام، فقد تم تصنيفها على أنها أغلى لوحة في العالم، حيث تم بيعها بسعر قياسي بلغ 450 مليون دولار في مزاد لدار مزادات كريستيز في نيويورك، ومن المقرر عرضها في متحف اللوفر بأبوظبي. كما لا تقتصر أعمال ليوناردو دافنشي الفنية على هذه اللوحات فقط، بل هناك المزيد من الأعمال المميزة أيضا. لوحة العشاء الأخير من أشهر اللوحات في العالم أيضا، وهي تحكي عدة أحداث مرتبطة بالإنجيل وتكشف عن خيانة أحد الرسل للمسيح، واستخدم فيها ليوناردو تقنية الرسم التجريبية، وتصور اللوحة للمشاهدين الطبيعة المعقدة للمشاعر البشرية المتنوعة كالهمس والصراخ والحزن والتجادل والهدوء الذي يمثله المسيح. لوحة جينيفرا دي بنسي واحدة من أروع اللوحات في تاريخ دافنشي، حيث تظهر السيدة في وضع ثلاثة أرباع بدلاً من الوجه، والسيدة المرسومة هي جينيفرا دي بنسي، وهي امرأة فلورنسية تزوجها راعي دافنشي الفني. تم رسم هذه اللوحة في فلورنسا، وكان الغرض الأساسي منها إحياء ذكرى خطوبتها مع الدوق، حيث كان الرسامون يرسمون صوراً لشخصيات نسائية بشكل أساسي لسببين، إما الاعتراف بالخطبة أو الزواج. توجد في المتحف الوطني للفنون في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة لوحة رأس امرأة تم رسمها بالزيت والأمبر ودهنات الرصاص الأبيض على لوحة صغيرة من خشب الحور. اللوحة تصور امرأة مجهولة الهوية تنظر إلى أسفل وشعرها يملأ الإطار من خلفها. تم تقديم العديد من النظريات حول اللوحة، بما في ذلك أنها رسم تخطيطي للوحة غير مكتملة، إلا أن دافنشي استطاع بمقدرة فائقة غرس سمات نابضة بالحياة في اللوحة. تسريحة شعرها
يطلق اسم تسريحة شعرها على اللوحة، والذي يترجم إلى أشعث، ويشير إلى تسريحة شعرها الفضفاضة. توجد في المعرض الوطني بأرما بإيطاليا. قيل بأن ليوناردو دافنشي توفي في 23 من إبريل في عام 1519 ميلاديا، وقد كان قبل ذلك بأيام قليلة قد كتب وصيته التي أوصى بها أن يتم وهب جميع الممتلكات التي يمتلكها لإخوته في فلورنسا، كما أنه وهب بعضها من أجل الفقراء والمحتاجين. ولكن بعد ذلك بفترة تم نبش قبره من بعض المخربين، وتم ضياع رفاته وأجزاء القبر جميعها تمت سرقتها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتابعونا للمزيد من ليالي التاريخ.